في الوابل الصيب ينقل عنه ابن القيم لما خلق الله العرش قال للملائكة احملوا العرش، قالوا يا ربنا ما نستطيع أن نحمل العرش وقد آتى الله قوة الملك مثل قوة الناس، قالوا ما نستطيع أن نحمل العرش، قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحملوا العرش. فيقول ابن تيمية بلا حول ولا قوة إلا بالله يحمل بها الأثقال ويرضى بها يرضى بها ذو الجلال ويشرح بها الحال وينار بها البال، أو كما قال فلا حول ولا قوة إلا بالله من أعظم الكلمات. ولذلك إذا صعدت الجبل قل لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا حملت ثقلا قل لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا دهتك داهية قل لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من الفوائد.